الأهلي طبعا فاز بثلاثية نظيفة عصر اليوم على فيتا كلوب، وطبعا وصعد للدور الثاني. طبعا معي ضيوف الكرام في هذه الفقرة، الكابتن أحمد دودار مدير أكاديمية نادي الزمالك فرع المنوفية. أهلا وسهلا كابتن أحمد. أهلا وسهلا، منورنا كابتن أحمد. الله يخليك كابتن. ومعايا الكابتن شادي المشايخ مدرب حراس مرمى بالدوري السعودي سابقا. أهلا وسهلا كابتن. أهلا وسهلا كابتن. أهلا وسهلا، منورنا كابتن. طبعا في البداية كابتن أحمد، قبل ما نخش على بقى عن البراعم وشغل الناشئين والاستثمار، عايزين طبعا خلاصة طبعا نادي الزمالك خرج اليوم بهذه النتيجة. طبعا مش عايزين نحطه أمال ونعلقه أمال إن احنا طبعا لسه في مباراة ثالثة أو مباراة قادمة، ولكن كده صعب، كده صعب جدا يا كابتن. كده بالنهاردة بالهزيمة النهاردة كابتن كده يعتبر نهائي، خلاص خرج. بكل المقاييس طبعا خرج يا كابتن. احنا بنبارك النهارده يا كابتن من للنادي الاهلي. من قلبك؟ من قلب والله كابتن. بيمثل يا كابتن باسم مصر. تمام يا كابتن. تمام، والف مبروك لجماهير نادي الاهلي. والاهلي طبعا عمل مباراه جيده جدا جدا جدا، وبالرغم ان طبعا خارج ملعبه بره ارضه يا كابتن، وبيلعب على نجيل صناعي لا يعني كويس، الاهلي بنبارك له كلنا وبنحيي جمهوره. كابتن شادي برضو ان طبعا وأداؤه السيء اليوم، بنبارك طبعا النادي الاهلي، طبعا عمل مباراه كويسه جدا في ظل الظروف اللي كانت موجوده فيها، الاجواء، المطر، الملعب برضو نجيل صناعي، بس ادوا مباراه كويسه. هو دايما الاهلي في المباراه الكويسه جدا بتبقى بيعمل ماتش جميل جدا. الزمالك طبعا دايما كل جماهيره وكل احنا طبعا محبين للزمالك، بس تمام. دايما في الماتشات المهمه اللي احنا منتظرين يكسب لازم يعمل نتيجه وحشه. تمام. بالنسبه للزمالك كابتن احمد، عايزين نتكلموا عن قطاع البراعم لطفره السنه دي في بالنسبه لاكاديميه نادي الزمالك، والنتائج اللي هي قبل توقف دوري البراعم للاكاديميات. يعني الزمالك كان عامل شغل كويس فرع المنوفيه، وكان مباريات جيده، وبرغم ذلك برضه قبل التوقف ظهور اكثر من لاعب من اللاعبين المميزين اللي هينضموا ان شاء الله باذن الله قريبا لقطاعات دوري البراعم ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله. والله يا كابتن احنا عندنا الحمد لله مواليد 2009 وعندنا 2008 وعندنا الحمد لله حصلنا على المركز الاول بالنسبه ل 2006، وكرموا داخل نادي الزمالك الدكتور مجدي سالم الجمعه اللي فاتت يا كابتن، وكان تكريم هايل جدا داخل اسوار نادي الزمالك. عندنا نجوم 2010 ماشيين كويس جدا. طبعا انت عارف ان التوقف ده جه طبعا مش في مصلحه الاكاديميات كلها كابتن. الاكاديميه الحمد لله تصنيف ايه بالنسبه للترخيص بتاعها، مشتركين دوري الجيزه الحمد لله، لقوا الضوء على مجموعه من اللعيبه عندنا 2006، وفي عندنا 2008 و2009 و2010 و11 و12 كمان يا كابتن، عاملين طفره في اكاديميه حاجه كويسه جدا. عندنا هدافين بالنسبه ل2009، عندنا عبد الله المليجي هداف 2009، وعندنا فوكس في 2008، وعندنا خالد مرزوق، وعندنا يوسف، عندنا لعيبه كويسه جدا يا كابتن، والحمد لله وشكر لله ماشيين بخطه ثابته. في برنامج عاملينه للاكاديميه شغالين عليه، اللي هو يا كابتن بالنسبه للاكاديميه طبعا انت عارف يا كابتن ده برام صغير. تمام، لو ما توجهش صح في الاساس يبقى شكرا من البدايه. ده حته عجينه يا كابتن. انت بتشكله، تمام يا كابتن، لو ما كانش شغال على اسس سليمه واسس علميه يبقى ما تتوقعش منه نتيجه. تمام. معانا جهاز فني عالي جدا، معانا مدربين على اعلى مستوى كلهم بسم الله ما شاء الله كلهم معاهم شهادات عاليه. معانا بقياده الكابتن نيازي مصطفى المدير الفني، اهم حاجه الشهادات بقى والمدربين الحصيلين، لان طبعا البرامج كابتن احمد زي ما انت عارف لازم يكونوا يعني مدربين اكفاء، مدربين دارسين على اعلى مستوى، حاصلين على اعلى مستوى. وديت على فكره كابتن احنا برضو لما جينا اخترنا المدربين كان في لجنه مشكله من يعتبر قدامى الانديه عندنا في شبين، اختارنا لان انت عارف يا كابتن الكيان بتاع نادي الزمالك اسم كبير، واحنا معانا الفرع بتاع النادي ذات نفسه، وفي مشرفين بيجوا للنادي، واحنا اتفقنا مع الدكتور مجدي سالم اخر زياره ان في زياره وفي محاضرات ان شاء الله من داخل نادي الزمالك هيلقوها للمدربين بتوعنا بتوع الاكاديميه، وفي حاجه كويسه عملناها للاولاد برضه يا كابتن. يعني في ربط مع نادي الزمالك بالقاهره أكيد كابتن. وطبعا دورات أكيد كابتن. المدربين أكيد. وطبعا دي طلبناها فعلا يا كابتن من الدكتور مجدي سالم بصراحه، ربنا مشكوره جدا. لا
عامل طفره كويسه جدا يا كابتن وعامل شغل جيد. ده تطبيق علمي محترم. راجل دارس يا كابتن. دكتور دكتور فاهم. واحنا طلبنا منه الحته دي يا كابتن. تمام. اللي حضرتك بتتكلم فيها ان هو ان شاء الله باذن الله في محاضرات للمدربين في برنامج خاص هيطلع من النادي للعيبه بتاعتنا. تمام كابتن. ان شاء الله. كابتن شادي بقى كلمنا عن تجربتك في الدوري السعودي كمدرب حراس مرمى، يعني كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس ولا أنت العودة للبلاد والأندية الجديدة هنا في القاهرة؟ لا أنا كنت الحمد لله كنت ماسك نادي النخيل في بيشة في الرياض إن شاء الله، قعدت معهم 3 سنين براعم. طبعا ففكرت طبعا أعمل حاجة ببلدي تكون برضو حاجة ملكي وحاجة نعمل بيها نشأ للأولاد ديت يطلعوا أندية كبيرة. تمام. يطلعوا يلعبوا في أندية كبيرة في منتخب مصر. تمام. غير الاستثمار اللي موجود دلوقتي. تمام. في ناس بتاخد فلوس بس، في اكاديميات بتاخد فلوس بس، اسامي كبيره بس ما فيش حد عليه لعيب. ده واقعي فعلا. ده واقعي الحقيقي. ما في ناس المشكله في الانديه كبيره. تمام. ممكن انا معايا فلوس اروح اشتري اكاديميه. تمام. بس ما فيش رقابه من اي نادي، هل هو بيعمل بيوفق الاكاديميه دي مع النادي ولا والتوجيه صح ولا غلط؟ مفيش توجيه ومفيش المفروض مفيش حد عملها. طب عشان معانا الكابتن يوسف طاهر. الو السلام عليكم. الو كابتن يوسف طاهر. ألو. مدرب حراس مرمى منتخب مصر والنادي الاتحاد السكندري. كابتن يوسف اخبارك حبيبي يا كابتن احمد؟ بشكر حضرتك وبحيي الكباتن الجمال، استفدت من كلامهم صراحه. اهلا وسهلا بيك كابتن احمد. حبيبي كابتن يوسف، طمنا كده كابتن يوسف على منتخب مصر مواليد 2006، وطبعا الاختيارات النهائيه هل لسه في مثلا فترات زمنيه اخرى ولا تم الاستقرار على بعض اللاعبين وبالاخص حراس مرمى منتخب مصر؟ والله يا كابتن احمد لا لسه ما استقرناش، بس احنا بننتقي يعني احنا. تمام. لسه الباب مفتوح لاي حد، لسه ما رحناش الصعيد وجه بحري، يعني الباب مفتوح لسه يا كابتن احمد. هو يعني في مرحلة الانتقاء لسه، يعني ما استقرناش يعني على حد معين بعينه يعني، وحتى لو استقرنا يا كابتن الباب مفتوح لأي موهبة أو أي حد يقدر يشرف مصر أو يمثل مصر في المرحلة المقبلة، وزي ما قلت لحضرتك في الحلقات السابقة. طب الخامات اللي جات يا كابتن يوسف؟ لو هروح مراكز الشباب. تمام. الخامات يا كابتن يوسف اللي وصلت لك اللي تم انتقائها حاليا، خامات مباشرة ولا لسه في برضه انتقالات اخرى؟ لا يعني خامات مباشرة بالخير، عندي من الزمالك، عندي مقاولين، عندي بيراميدز، عندي زد. على فكرة حارس مرمى زد ده عبد الرحمن تامر اللي احنا رشحناه من خلال البرنامج. بالظبط كده، وانا بشكر حضرتك من خلال والله احنا اللي بنشكر الجهاز يعني متعاون معانا، يعني احنا عرضنا شكل الولد وطبعا كمركز حراسة مرمى. على فكره هو معايا في المعسكر دلوقتي، عبد المنعم تامر حارس مرمى مميز ما شاء الله، يعني انا مستبشر خير بالنسبه له يعني، وبالنسبه للمجموعه اللي معاه عندي من المصري. يعني بس عايزين نعرف الجمهور يا كابتن يعني، او المشاهدين يا كابتن يوسف، ان يعني حارس مرمى زياد ده ان شاء الله يكون له مستقبل طيب. طبعا يعني راح المنتخب من خلال البرنامج، يعني كابتن يوسف اتكلمنا عليه. بالظبط كده، حضرتك انا بشكر حضرتك والرغبه السريعه يعني والله صراحه يعني مش عيب ان انا اشكر حضرتك، ده انت نبهتني لخامه جيده بصراحه. والله احنا اللي بنشكرك على الاستجابه السريعه يا كابتن يوسف. يا كابتن احمد بصراحه يعني الله، احنا بنشكرك طبعا على الاستجابه السريعه يا كابتن يوسف. وطبعا في لاعب من ايطاليا كابتن برضه هنشوف فيديو دلوقتي ليه، مواليد 2004، يعني اصغر محترف خارج مصر في ايطاليا، يعني من اللاعبين المميزين، هنشوفه في فيديو كده كابتن يوسف لو انت حضرتك متابعنا ان شاء الله باذن الله. يعني يا ريت نظره لمنتخب مصر كابتن يوسف طاهر. اكيد يا كابتن، اكيد طبعا من خلال حضرتك، اكيد اي موهبه بتظهر احنا بنستجيب على طول، ويعني انا بقول لحضرتك في مجموعه مبشره في 2006، وفي طبعا المنتخب 2003 متواجد معانا برضو. تمام. ما شاء الله يعني عناصر ممتازه. من على فكره في حاجه جميله جدا في المجموعتين، ان هو مش معتمد على اهلي وزمالك زي الاول زمان يا كابتن، لا ده دلوقتي احنا عندنا صح في خامات موجوده من انديه يكاد يكون مثلا مع احترامي الكامل يعني ممكن. تمام. الناس ما تسمعش عنها يعني، في جزيره الورد في المنصوره، في عرب الحصن، عندنا مجموعه مميزه في الانديه الشعبيه الصغيره ديت، فيها لعيبه متميزه، كل واحد ياخد حقه. كابتن يوسف هنروح مراكز الشباب يا كابتن ونشوف ننتقي.
كابتن يوسف، التجمع الثاني امتى ان شاء الله؟ هو احنا المعسكر اللي احنا فيه ده هينتهي يوم الخميس ان شاء الله. طبعا في امتحانات وكده، والدوري هيرجع تاني بالنسبه للدوري الممتاز ل 2006. فانا اعتقد ان احنا ممكن يعني ممكن يومين قبل رمضان، شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين، طيب او في شهر رمضان ممكن نجمع كده كل اسبوع يومين او حاجه يعني. ان شاء الله كل التوفيق والامل والنجاح لمنتخب مصر طبعا، بغير الكابتن مؤمن سليمان وجهاز المعاون، وطبعا الكابتن يوسف طاهر نجم حراس مرمى منتخب مصر ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن يوسف. طبعا ماشي معايا طبعا اللاعب احمد ياسر الغندور، مواليد 2004، المحترف في ايطاليا. اهلا وسهلا ابو حميد. الو كابتن، عامل ايه؟ ازاي يا حبيبي، عامل ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله كله تمام، حضرتك كله تمام؟ الحمد لله حبيبي. حبيبي كلمني كده عن التجربه بتاعتك والنادي اللي انت بتلعب فيه، وطبعا طموحك لمنتخب مصر، وان شاء الله يتم اختيارك باذن الله للوقوف على مستواك. هو انا كابتن اسمي احمد ياسر الغندور، مواليد 2004، عندي 16 سنه، ومقيم في ايطاليا. تمام. بلعب في نادي لومبارديا تبع الميلان، ولعبت في نادي بالاونو وروماريو بانكو تبع اتلانتا، والحمد لله ماشي بأداء كويس لحد دلوقتي، بس في الموسم ده الدنيا واقفه شويه عشان الكورونا. تمام. وفي المواسم اللي لعبتها يعني جبت عدد كبير من الاهداف. السنه اللي فاتت جبت 23 جول من 15 ماتش. تمام. احنا شايفين الفيديو بتاعك يا احمد على الهواء اهوت، ما هو معايا كابتن احمد دودار والكابتن شادي، يعني انت لعيب مميز، وطبعا يعني لعب مباراه قليله الموسم الماضي عشان الكورونا، واحرز لا يقل عن 12 هدف في خلال 23 هدف. 23 هدف. تمام يا حميد، في 15 مباراه. احمد يعني طموحك كده ان شاء الله، طبعا اللي هو التصوير يعني كويس، انت اللي بتحرز الاهداف دي يا احمد، يعني مش جامب عالي يا كابتن احمد، والراجل طالع صح في وسط مكاتفه. مهاره كويسه جدا. تمام يا احمد، انت مقيم في ايطاليا يا احمد؟ انا مقيم في ايطاليا الحمد لله حاليا، برضه بس بنزل مصر في الاجازات والكلام ده. تمام يا ابو حميد، ان شاء الله احمد يكون لك شان باذن الله كده، ونظره لمنتخب مصر باذن الله في الايام القادمه باذن الله. شكرا جزيلا احمد ياسر الغندور، طبعا اصغر محترف مصري طبعا في ايطاليا. كابتن احمد، دي حاجات برضه مبشره وكويسه جدا، وبرغم انه اقامته في ايطاليا ولكن شغال على نفسه، يعني احرز 23 هدف خلال 15 مباراه، دي حاجه برده كويسه، حاجه ممتازه جدا، حاجه ممتازه جدا، دي حاجه كويسه برده. والله في عناصر يعني مميزه كابتن في مصر يعني، ويا ريت بنناشد برده كابتن الكابتن مؤمن سليمان برده ينزل يا كابتن في المنوفيه. بينزلوا كابتن، بينزلوا، عايزين ننزل بقى في الاكاديميات يا كابتن، الاكاديميات برده فيها شباب وفيها لعيبه كويسين جدا. 2006 ده الاكاديميات المفروض تنضم للانديه، وانا من دلوقتي النهارده مجهز منتخب هيبص للاكاديميات. كابتن مصر انت النهارده، انت النهارده في الاكاديميات مرخصه تمام، ولهم دوري شايفين وبيلعبوا برضه، بس الاسم يا كابتن، المسمى نفسه ماشي يا كابتن، مفيش اي مشكله، ما ناخد الولد يا كابتن. ايه الفرق يا كابتن؟ ايه الفرق؟ ما ده بيلعب كوره وده بيلعب كوره، بس معلش ده بيلعب على 11 وده بيلعب على 11، بس ده منضم للنادي واسمه في نادي، لكن ده اكاديمي. طبعا انا ما بقللش من قيمه الاكاديميات يا كابتن احمد، ولكن انا بتكلم على المسمى، ان اكاديمي تعليمي ما وصلش لمرحله النضج انه يلعب مباريات في انديه. والله يا كابتن في لعيبه كويسه جدا، طب يا ريت نتمنى على ذلك والله. والكابتن مؤمن سليمان يعني من خلال الهوا من هنا يا كابتن، يعني انا عندنا في لعيبه كويسه جدا في اكاديميه الزمالك 2006، فيها مميزين جدا جدا، واللي هم بيلعبوا. انا بقول لك ايه الفرق، ده بيلعب 11 في الملعب وده بيلعب 11. تمام تمام. ده بياخد كرسي تدريبي عالي جدا. اللعيبه اللي انت ارسلت لي الصور دي طبعا مش هنشوفها في الفقره الاخيره ان شاء الله. كابتن شادي كلمني طبعا عن حراسه المرمى، وما هي مواصفات حارس المرمى اللي تؤهله للانضمام للانديه؟ طبعا اول شيء طبعا المهاره، لازم يكون الحارس موهوب. في حارس مصنوع، في امثله كتير حراس مصنوعه. تمام. بس الحارس لازم يكون عنده موهبه. تمام. لازم من النشأة في اكاديميه او في نادي من ناشئين. طب انا لو قلت يعني حارس مرمى ذو بنيان قوي، الولد ده مش ممكن استغله على البنيان استغله ما هو ما بقول لحضرتك اللي انا اعلمه، ما بقول لحضرتك في حارس مصنوع لو جسمه كويس ما عندوش خلفيه حراسه المرمى. انا بالتدريب تخصصي
تمام. مش تدريب بس. في المدربين كتير تدريب بس تمام. اللي هو درس كور وشوط، لا دي عايزه تخصصي. تمام. لازم تخصص من خلال المستوى ده ومن خلال الجسم ده، انا ممكن اخليه حارس مرمى كويس. تمام. من خلال التدريب ومن خلال الجرعات التدريبيه كتير، ماتشات كتير، احتكاك. ما هو الجون مش هتمرن بس، لازم اشوف في الملعب ولازم اشوف الماتشات هل هيبقى مستوى كويس ولا هو تمرين بس. في جوان تمرين زي ما انت عارف، وجوان ماتشات، يبقى قاعد في البيت ويجي ينزل ماتشات يبقى كويس جدا. وفي ناس انت التمرين بس تشوفه عالمي. تمام. ينزل الملعب ما فيش. تمام. لازم احتكاك، ماتشات، وتمرين تخصصي، اهم شيء تخصصي. مش تمرين وخلاص. طبعا البنيان القوي، البنيان لازم عنده الاساسيات، الاساسيات موجوده. ايوه. والمدرب بيشتغل معاك طبعا. السن برضه، والسن برضه لازم الواد ما يكونش كبير في السن طبعا. السن انت تاخد من البرو يا كابتن، ده شغل ليه؟ انت اللي بتاسسه يا كابتن. تمام. انت بتاسس الاولاد اللي هم صغيرين دول يا كابتن، ما دول ميزه الاكاديميات. تمام. اللي هي التعليميه اللي انت حضرتك بتقول عليها. ده الولد بيتعلم صح كوره صح. تمام. تمام. هو طبعا النادي بيختلف طبعا. مش هنختلف في ديت، النادي بيختلف، بس في اولاد مميزين. يعني عندنا 2012 عاليين جدا يا كابتن في الاكاديميه. عندنا 2011، يعني انا عندي محمد دودار لعيب عيل هايل جدا. ابنك؟ ابني يا كابتن، وجايب هدف عالمي للماتش الاخير في نادي الزمالك. اكون بتجامله يا كابتن؟ لا والله مش بتجاملوش. يعني عندي عبد الله المليجي هداف الدوري يا كابتن والله. تمام. في لعيبه مميزه. عندنا السكري يا كابتن، في عبد السكري لعيب هايل. تمام. لعيبه عاليه. وفي عبد الله ان شاء الله نشوفهم من خلال الموسم ده، ان شاء الله نشوفهم بحاجه كويسه باذن الله في قطاع القاهره باذن الله مع المصري ان شاء الله. كابتن احمد ان شاء الله باذن الله. كابتن بارك للكابتن شادي طبعا. الكابتن شادي طبعا من الشخصيات المحترمه جدا. ونبارك له النهارده يا كابتن على ان شاء الله توليه المهمه بتاعت نادي المصري ان شاء الله. ان شاء الله اداه وطلع لنا ان شاء الله نجوم كابتن بالاخص حارس مرمى ان شاء الله. طبعا ده عالمي ده كابتن. ان شاء الله. كابتن كلمنا برضه كابتن شادي عن يعني حراس، ما زلنا في حراس المرمى. حراس المرمى طبعا قلنا لها مواصفات، الجسم، الاساسيات، الموهبه. طيب كيفيه انتقاء هذا حارس حراس المرمى بعد الانتقاء؟ المدربين بقى اللي شغالين معاه. احنا بنتكلم بقى انا في نقطه الاكاديميه، انا بختلف مع الكابتن انا في حاجه. طب اتفضل. الاكاديميات ده سن خطير. السن بتاع البرام ده خطير، لازم تدريب زي ما بيقولوا حضرتك تخصصي. تمام. تبدا باول شيء تعليم مسك الكوره. اهم شيء، اهم شيء في حراسه المرمى ماسك الكره كويس. تمام. مسكت الكره كويس بعد كده الموضوع سهل. قول لي جون في مصر في تراي بيمسك كره وينه؟ مش الا الشناوي. قليل قوي في مصر. تمام. لانه خلاص هو اتعود على كده، كل واحد هو تاتش وان تاتش وان تاتش، مش كوره دي، مش جون. لازم الانتقاء كده، لازم المدربين يبقوا دارسين ويبقوا. مش عيب اما اعمل محاضره مع اكبر مني ومدرب اكبر مني واستفاد منه. تمام. كابتن احمد، يعني بنتكلم وما زلنا بنتكلم عن البراعم. طبعا البراعم طبعا لها اسس ولها معايير طبعا مختلفه، وبالاخص المدربين الاكفاء اللي بيمسكوا مرحله البراعم. طب الوقت الراهن الموجود اللي هو اقل واحد في النادي اذا كان مؤهل واخد دوره واحده فقط، ده مسكوا براعم. يعني الاتجاه طبعا اتجاه خاطئ. في مشكله يا كابتن. اتفضل. دلوقتي ما فيش حد يزعل مني يعني بالكلام ده يا كابتن. خد راحتك. شغلة اللي ملوش شغلانه. في ناس يا كابتن ولا درسه ولا معاه شهادات ولا اي حاجه خالص. فاتحين اكاديميات وشغالين. هو معاه شهاده يا كابتن، بيروح يشتري اسم نادي واستاد رئيس القطاع مدير بس. ولا معلش ما فيش يا كابتن. احنا من هنا برضه كابتن بنقول كل الضوء والشكر للكابتن محمود سعد، الدكتور محمود سعد. دكتور طبعا بنوجه له الشكر والتقدير. طبعا هو اللي وفر الكلام ده كابتن. هو اللي عمل المحاضرات، وهو اللي عمل الشهادات، وخرج ناس كتير جدا يا كابتن. وكلنا ويا ريت بنناشد ده سعد الصغير قبل الكبير. دكتور محمود سعد يعني راجل خير، راجل محترم، ده خدمنا والله يعني. كلنا كابتن. كلنا. مين اللي ادى مين اللي عمل المشروع الدوره السيه كابتن؟ تمام. ما هو كابتن، هو كان ورانا كلنا كابتن، كان فاتح تليفونه 24 ساعه كابتن. وهو اللي عمل مشروع الاكاديميات برضه كابتن. تمام. هو اللي نجح الناس دي يا كابتن. احنا بنرجع للنقطه دي يا كابتن، بنقول ان لازم في رقابه كابتن. تمام. من المسؤولين، من الاتحاد، من الشباب والرياضه يا كابتن. مش اي واحد تمام يخش يقول لك انا معايا اكاديميه او مرخص ليا اكاديميه، انت بتروح تشتري بفلوسك. تمام. تمام. في ولي امر يا كابتن معاه فلوس بيروح يشتري اكاديميه يقول لك انا صاحب اكاديميه. ازاي؟ صح. ما ينفعش. ما ينفعش كابتن. لازم يبقى الواحد لازم مؤهل. وفي متابعه كابتن. لا في شيء. الاتحاد المصري قدم هو المسؤول الاول والاخير. لازم نعمل برضه محاضرات على برضه في مشكله كابتن. لازم لازم المحاضرات يا كابتن شادي. تمام. لازم الناس يبقى المدرب داخل معاه شهادات، لازم الراجل يكون نقابي يا كابتن. مش اي واحد يا كابتن يخش المجال ويقول لك انا مدرب. صح. مدرب فين يا كابتن؟ صح. كابتن شادي بقى قبل ما نختم كده، حابب تشكر مين في المجال؟ طبعا بشكر المدربين كلهم اللي درست معاهم، استفدت منهم كتير،
وطبعا مدربين برضو في السعوديه استفدت منهم كتير جدا جدا جدا. لما جيت هنا شفت حاجه وضع مختلف جدا عن اللي كنت عايشه هناك. اكيد طبعا. فبشكرهم كلهم طبعا، وبشكر كل من ساعدني اللي بقى في المكان ده، وبشكرك طبعا كابتن احمد حبيبي كابتن شادي، وبشكر والدتي ووالدتي وزوجي وزوجتي وكل حاجه. شكرا كابتن. كابتن احمد حابب تشكر مين في هذا المجال؟ احنا بنشكر يا كابتن اي واحد ساعد في نجاح منظومه كره القدم. تمام كابتن. بالنسبه للمدربين تمام طبعا، بس بالشكر طبعا يا كابتن لمدربينا كلهم في المنوفيه، وبنشكر انا بشكر اولادي طبعا تمام، خاصه محمد وبسمله وجانا وزوجتي لينا وفي الجنب كتير وساعدتني كتير تمام. بشكر اخواتي، بشكر الكابتن طارق دودار ده مثلي الاعلى اخويا وحبيبي، وبشكر كل من ساهم في نجاح منظومه كره القدم يا كابتن. طبعا طبعا بشكر كابتن حبيبي عشان ما انساش برضه يا كابتن اتفضل المدربين نادي الزرقاء تمام، كان موسم ناجح جدا يا كابتن السنه دي بقياده حضرتك طبعا، كان معانا نجوم كلهم يا كابتن على قد المسؤوليه، انا مش عايز اذكر اسامي عشان لا كلهم صراحه كلهم صراحه، اول كابتن شعبان القناوي، كابتن اشرف، كابتن علي غازي، الكابتن كريم، كابتن محمود، كابتن بيبو كده، كابتن بيبو ده حكايه ابو كابتن مدرب 10 على 10 جدا والله جداً. العظيم ومجتهد، كابتن حسام طبعا يا كابتن كابتن حسام مدرب حراس المرمى، خرج ناس كويسه جدا من تحت ايده، كابتن مدرب عالمي بصراحه ربنا، واحنا بنشكرك كابتن طبعا. انا اسف لو انا نسيت اي حد يا كابتن. طبعا في ختام هذه الفقره بحب اشكر ضيوفي الكرام الكابتن احمد دودار مدير قطاع أكاديمية كرة القدم بمحافظة المنوفية بنادي الزمالك، شكرا جزيلا كابتن. شكرا يا فندم. شكرا. وبشكر الكابتن شادي المشايخ طبعا أحد مدربي حراس مرمى الدوري السعودي سابقا، شكرا جزيلا كابتن. هنطلع لطبعا تقرير من أكاديمية نجوم مصر بقيادة الكابتن مجدي رشوان، عامل شغل كويس جدا، هنتفرج على هذا التقرير ونرجع لكم إن شاء الله في الفقرة الثانية. الإعلامي كابتن أحمد فواز يسعدنا من مركز شباب 6 أكتوبر أو منتدى شباب 6 أكتوبر يكون معنا الكابتن مجدي رشوان مدير فني أكاديمية نجوم مصر. أهلا بك كابتن. أهلا وسهلا بك كابتن، شرفتونا ونورتونا، ومتشكر لكابتن أحمد على اليوم الجميل والإضافة الجميلة اللي هو جاي يعني يضيف لنا في المكان ده، احنا دايما متعودينه من كابتن احمد فواز دايما هو بيساند كل براعم ونجوم مصر الحمد لله، وده الفرع الثاني لينا بفضل الله سبحانه وتعالى. نجوم مصر ان شاء الله كابتن، احنا بدينا فرع الحمد لله كان بدايته في منشئة البكاري تحت الحمد لله رب العالمين، يعتبر جيزه هرم فيصل كل المحتوى ده معانا ان شاء الله، عملنا اسم كويس كان فيه مصداقيه واخلاص الحمد لله رب العالمين، قدرنا ناخد اول جيزه والقاهره كبرى الحمد لله على اكاديميات مصر كلها كدوريات يعني، بعد كده ربنا كرمنا وارتقينا وبينا ان شاء الله باذن الله اول يعني ده التاني فرع لينا بفضل الله سبحانه وتعالى في 6 اكتوبر وان شاء الله. الحمد لله عندنا دلوقتي عناصر كويسه جدا وعناصر كتيره تفيد الفرقه، وان شاء الله داخلين قطاع باذن الله السنه دي، وفي شغل بيتعمل مع اللعيبه الحمد لله. هم مميزين هنا الحمد لله، يعني الحراس هنا مستويات عالية وعندنا حراس تلعب في الممتاز، وعندنا حراس لسه بنجهزها للفترة اللي جاية للموسم بتاع 2021. والله مش هقول كلام كتير غير اللي كابتن أحمد قاله، احنا عندنا حراس كمان كويسين، عندنا كريم جون كويس جدا، عندنا كابتن مصطفى برضه جون كويس جدا 2009، وعندنا 2008 جون كويس على مستوى عالي، تلعب في أي نادي موجود ولسه في حراس تانية موجودة. والله يا أولياء الأمور أنا بشكرهم جدا على اللي هم مهتمين بأولادهم جدا،
دي حاجه انا بشكرهم عليهم جدا، لاني طبعا زمان ولي الامر ما كانش بيهتم قوي بالاولاد كده، لا النهارده كل ولي امر عايز ابنه يبقى محمد صلاح الثاني، ودي حاجه طبعا كويسه جدا. انا بشكرهم جدا طبعا ومنورينا كلهم في المكان الجميل ده. اهلا بحضرتك كابتن سجده، مع حضرتك. والله انا بعمل داتا للكابتن اول ما بيدخل، بعمل له طول وبعمل له وزن، خد الاسم بتاع اللعيب واسم الاب ليه، وبيجي يعني كانه بيمضي معايا استماره بالظبط. اهلا وسهلا بحضرتك. مصطفى محمد، مدير اداري اكاديميه نجوم مصر. بالنسبه للداتا اللي بناخدها من الولاد، احنا بنبدا طبعا في البدايه بناخد صوره شخصيه للولد، صوره من شهاده البلاد، صوره من بطاقه شخصيه لولي الامر، وبنعمل لكل ولد فايل بيبقى فيه تقييم ليه من المدير الفني ومن الاداره، سواء في الالتزام والحضور والمهارات بتتنمى ازاي، وكل الحاجات اللي هي خاصه بكره القدم يعني. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا شرفنا طبعا وجود كباتن محترمه زي كابتن مجدي طبعا، منظومه يعني على اعلى مستوى، وان شاء الله دايما بنهدف ان احنا نطلع جيل جديد من الاولاد يهدف طبعا لمنتخب مصر، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. طبعا المنظومه المحترمه دي كلها، وربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي. بصراحه حاجه كويسه ومستوى بيتحسن كل مدى. والله هو قبل ما يعرف كابتن مجدي هو كان بيلعب بس ما كانش كويس يعني الاداء ده، بعد ما بدا مع كابتن مجدي وبدا اداؤه يتحسن كتير، وبقى دلوقتي ما شاء الله عليه كويس جدا. مهاب اسامه، احنا من المنصوره اصلا، يعني هو جاي من قريب، من 5 6 شهور كده، فهو كان الاول بيلعب عادي، دلوقتي بقى ما شاء الله عليه، ونتمنى نشوفه زي محمد صلاح ان شاء الله. انا مامي احمد، هو بيلعب في نجوم مصر. الاحتفال النهارده كان جميل جدا بصراحه، الاستاف الموجود هايل على اعلى مستوى، المدربين ممتازين قوي 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 حقيقي، يعني كان يعني شكله مشرف قوي للاكاديميه، جميل جدا يعني. لا والله الحمد لله مستوى الولاد كويس دلوقتي، وانا سمعت عن الاكاديميه طبعا من عن طريق السوشيال ميديا كانوا عاملين دعايه وكده. ما شاء الله انا يعني متفائل خير ان شاء الله مع الكباتن برضو ان ابني يوصل لمرحله كويسه معاهم يعني. ربنا يسهل الحال ان شاء الله. بس طبعا في ناس قبل كده كانت بتلعب معانا من قبل كده من زمان، طبعا الناس دي مميزه جدا وناس كويسه، وفي ناس لسه جديده طبعا التمرين عجبهم جدا، و وبنتمنى لهم ان هم يكملوا معانا عشان يوصلوا للليفل بتاع الناس اللي لعبت الدوري والناس الناشئين. والله انا بصراحه احلى حاجه المنظومه كلها مبنيه على المشاركه، واللي احنا كلنا هدفنا واحد، عشان كده المنظومه الحمد لله بدات تعلى بالفرع الثاني بتاع اكتوبر، لان احنا فاتحين طبعا الفرع الاولاني في اكاديميه نجوم مصر في المنشيه، والكره النسائيه بتقول لارض الملعب موجوده، عنصر النسائي موجود في كل حته بدعم طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدعمنا للمراه، بتدعم الايقونه بتاعت المرأة